نروح لبقية موضوعاتنا. في من ضمن الأسئلة اللي وردتك وكان سؤال يمكن غريب وما أدري إذا أسميه صادم أو لا، اللي سئلت عن أنه إحدى النساء تزوجت وبعد فترة من الزواج اكتشفت أن زوجها شاذ، وكانت تسأل باستشارة نفسية كيف يمكن أن نتعامل معه. إيه ما الذي يحدث عادة عند هؤلاء النساء؟ ويا بنات يسمعون، الله يطول أعماركم، على طول تكلم أهلها وصديقتها اكتشفت أنه شاذ، طلق منه الخبيث لا يجيب لك ايدز، هذا اللي يجي. ما الذي حدث معرفيا هنا؟ انها انطلقت من انفعالاتها في قرارها، زعلوها وصارت مرتبكه، هذه واحده، الشيء الثاني وقعت في الغيبه. انها اغتابت هذا الانسان، الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، ولست شيخا يقدم اطروحه دينيه هنا، ولكن النكهه الدينيه المجتمعيه يجب ان نحترمها، جزء من عرفنا، هذا شيء. الامر الاخر، اذا اردنا ان نفكر مزايا شيء وعيوبه، ناخذ كل صفاته. هذا الرجل شاذ، اتفقنا انه شاذ. طيب ما نوع الشذوذ؟ الشذوذ نوعان، انا باخذه بشكل مبسط وليس بالشكل العلمي العميق لاني لست في الجامعه، انما في طرح اعلامي يسمعني الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم. هناك شذوذ فقط يميل للرجل، وهناك شذوذ يميل للرجل والانثى، البايسكس هذا صحه العباره وكذا. تماما، هذا يعامل غير هذا. تمام، ليش؟ لان هذا يميل للرجل والمراه ممكن تجيب منه عيال، وإن كان الأول ممكن له طريقة معينة. يميل لها يميل للرجال، ممكن هذا يتعالج بدرجة أكبر من الأول. طيب ما صفاته الأخرى؟ طيب لو واحدة خطبها واحد وتزوجته اكتشفت أن عنده الشذوذ المزدوج للرجل والمرأة. مش مزدوج يعني يميل للرجل يميل من المرأة، تماما. طيب كريم وطيب وراعي صلاة، كل الصفات فيه. إيه. زين؟ وهذا الشذوذ تراه مو معناه أنه خربان وفاسد، فرق. كما الرجل يميل للإنثى خلقة والمرأة تميل للرجل خلقة، فهذا يميل خلقة للرجل. يصنف كمرض ولا لا؟ أيوة، كان يصنف مرضا، لكن بعض السياسيين الغربيين وتحديدا فترة بيل كلينتون في بداياته وتوني بلير احتاجوا هؤلاء في التصويت كما يقال، لا أقطع ولا أنفي تماما، فأعطوهم مجال أنهم يكون نورمز، بعدين فرضوا على العلماء أن هؤلاء يعتبرون طبيعيين فأخرج من التصنيف الطبي. الآن متورطين فيه، لا تسألني أنا الرأي حقيقة. علميا غير مريض، طيب، لكن رأيي أنا أن هذا خلل فطري. تقول طيب ليش ما حطوه بالعلم؟ لأن في العلم لا توجد كلمة فطرة، يا مريض يا صحيح، لكن خلل فطري في تركيبة هذا الإنسان في مويله. إلى الآن بالضبط علميا ما احنا عارفين كيف يبدأ، هل ممارسة بالطفولة تشكل أم خللا جينيا لم يكتشف؟ كلها فرضيات، في أشياء كثيرة ما أزعجك فيها تماما. طيب إذا هذا الإنسان إذا كان يميل للجنسين تماما، نستطيع بجلسات علاجية نركز الميل إلى جنس واحد. طيب لنفرض يميل لجنس واحد. إيه تماما، نستطيع ببعض البرامج العلاجية جزء من التحوير وإن كان صعبا جدا ونادرا جدا حتى أكون واضح علميا. إيه صعب جدا ونادر، لكن إذا هو متعاون ممكن نتكيف. أمر آخر ينفرح، أبي أسأل المرأة ذي وش ظروفها؟ والله أنا فقيرة غير متعلمة، وأبوي مسجون، وإخواني مدمن مخدرات، وجنسيا باردة. طيب مناسب لها، بس أبي عيال ما أبي جنس، هذا صار مناسب ولا لا؟ أي. إلى حد ما ستنجب منه ما تريد. أي. نستطيع عملية الإنجاب نبرمجها بشكل أو بآخر. أي. وتحقق المراد. بل لو تزوجت إنسانا سويا جنسيا عنده قوة جنسية وتعتبر ميزة. أي. ربما كان عيبا في مقاييسها. إن أردنا أن نفكر بالرؤية الشمولية. إيه بس في إشكالية هنا دكتور، يعني الحين إذا كانوا مناسبين يعني ستتوقفون عن علاج الشاذ؟ لا 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 لا، طب إذا عالجته معناته ما صار حسب مناسب. طلبه وطلبها، إن أجاءك بنفسه قال أبغى أتخلص لأني أريد أن أنطلق أكثر في الجنس مع نساء أخريات في زواج وغيره وكذا وكذا، طبعا زواج زين وإن شاء الله كلهم على خير، وإذا جو مع بعض أنت كطبيب تشوف المشكلة من رؤيتها الشمولية ثم تتجه في برنامجك العلاجي. إذا لازم نشوف الموضوع من أبعاده المختلفة تماما. واضح. الشيء الآخر، فرق أساسي كبير ينفرح بين وجود الشعور وبين الممارسة. يعني مثلا الرجل يميل للأنثى لكن ما مارس، ليس حراما، مارس حراما، وجود الشعور لا يحاسب عليه الإنسان، لكن فعله يحاسب. طيب هذا لو واحد شاذ ولا مارس، راق النبيل، لو مارس مخطئ. طيب لو واحد ما هو شاذ ومارس مخطئ،
وضحت الرؤية؟ واضحة جدا. طيب ما نظرته للشذوذ؟ هل يقدس ويحترمه ويقاتل من أجله أم أنه متضايق منه؟ بعد شيء ثاني، إذا مقاييس متعددة يا بنتي يا أختي الكريمة في النظرة الشمولية والتأمل. يأتي الطبيب الحكيم، وما أجمل السوريين حينما كانوا يسمون الطبيب حكيما. يأتي الطبيب الحكيم ويتأمل ما ظروف المرأة، ظروف الرجل، وأقول المرأة الفقيرة كذا تصبر عشاد، لا، إنما تعدادا للعوامل، وليس واضح إن الفقير يتنازل وغيره لا يتنازل. جميل جدا. طيب.